هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زاي الدار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد الدين ونحبكم احنا العراقيين جينا نرد لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال المواطن الإماراتي الأستاذ خليفة بن غليظة وهو صاحب ومدير عام جولدن لينك للمقاولات البناء في إمارة دبي ويوجد لديه أكثر من بزنس داخل دولة الإمارات. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم أكثر وكحلقة توثيقية إن شاء الله لكم للأجيال القادمة. بالبداية أستاذ خليفة أسعد الله أوقاتك يا سيدي. الله يسلمك. أولا شاكر لكم على قدومكم وأشكر قناة الخليجية على اختياري كأحد رجل الأعمال والتحدث في مجال التخصصات الموجودة اللي عندي في مجال المقاولات ومجال أعمال الديكور. أن نعرف السادة المشاهدين بضيفنا يعني وحفظ اللقاب خليفة بن غليظة أين ولدت وكيف نشأت وكيف كانت الانطلاقة في حياتك العلمية والعملية؟ تفضل يا سيدي. الله يسلمك الله يحفظ. أولا شكرا أستاذ معتز يعني على قدومك وأنا أولا بتحدث عن مسيرة حياتي. أولا بعد تخرج من الثانوية العامة شاهدت والدي يعمل في مجال التجارة وكنت زيارات دائمة لشركة والدي رحمة الله عليه، فهو متخصص في مجال الشحن البحري والتجارة العامة وعملية الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية، مما شجعني والدي أن أقوم بدراسة قانون الشركات وإدارتها وقانون العمل وقانون التجاري، مما حصلت على شهادة الليسانس في قانون تلك الشركات. فالتجأت إلى قطاع المقاولات وأعمال الديكور. فبداية انطلاقي للشركة في بداية عام 2003، فكنت أستشير أصحاب الخبرة والتجار الآخرين في كيفية فتح الشركة وكيفية إدارتها وكيفية إرضاء العميل. هذا أهم شيء، إرضاء العميل من ناحية الجودة، من ناحية متطلبات هذا العميل، سواء إنشاء الفلل أو تشطيب أو تأثيث بالمعنى الأصح، تأثيث المكاتب أو الديكور وأعمال الديكور. كيف اجتك فكرة هذا المشروع وصولا إلى ما أنت عليه حاليا؟
حقيقة اللي شجعني أول شيء والدي رحمة الله عليه، أفادني يعني ابني أنا أريدك أن يعني تلتجئ إلى أعمال المقاولات بداية، ابدأ بمشروع صغير بعدد موظفين يتراوح يعني تقريبا، كان بداية فتح الشركة كان عندي ست عمال كان عندي، فبديت مش في إنشاء البنية التحتية، كانت شو بداياتي الصيانة، يعني كنت أبدأ بالصيانة أخذ الأفكار الصغيرة، عقب أبدأ بالمراحل الثانية اللي هي أصعب وأصعب وأصعب. بديت بالصيانة المنازل والشقق وأعمال الدهان وأعمال، وتولدت عندي أفكار وخبرة أكثر مما التجأت إنشاء الفلل ومنازل للمواطنين وغير المواطنين. نعم، نتكلم أستاذ سيف الغليطة في هذا النقاط التوثيقي لحضرتك، بدنا نتكلم عن أبرز وأهم الخدمات اللي بتقدمونها من داخل شركة جولد لينك. طبعا حقيقة في البداية الخدمات طبعا أولا يوم نشوف نحن التحديات الموجودة في الشركات، ان طبعا اشوف الاسعار واشوف الجوده واشوف هذا، فانا مثل ما تقول خلقت او بكست اشوف العميل، هذا العميل وما يعرف يقول لك انا ارضيات بورسلين او رخام وما يعرف، فانا عندي خوفا من الله، يعني خوف من الله اني انا ما اغش العميل، ما اغش العميل، اعطيه بالشيء اللي يباهه، ما خلي العميل يكون مرهق يعني بكرة لا يستطيع حصول على سيولة بدفع الدفعات. هي فأنا شو أسوي؟ أقول له ترى فلان هذا بيكلف كذا المبلغ كذا وهذا بيكلف كذا، فأنت تبى الستاندر ولا تبى هاي كواليتي ولا تبى حط في جميع البدائل، حط في جميع البدائل وأشوف شو الاختيار له، واكون انا شو مش مجحف معه، اكون وايد سلس معه. الناس انزرع فيهم حب القبول، حب القبول، شوف يعني سبحان الله يقول لك اذا الله اعطاك حب القبول الناس كلها بتحبك. ايوه ايه زين. ف انا طبعا وايد طبعا اهم شيء عندي العميل، انا يعني ما يهمني الحصول على المادة، أنا أهم شيء العميل قبل المادة. نعم، رضاك العميل. أي نعم. نعم. أستاذ سيف بن غليظة، بدنا نتكلم في هذا اللقاء التلفزيوني الخاص لحضرتك، بدنا نتكلم كثرة شركات المقاولات البناء والأعمال الديكور داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكيد في منافسة شريفة وعالية في هذا المجال. طبعاً. وين بتشوف حالك ضمن هاي المنافسة؟ وين بتشوف جولد لينك هاي المنافسة؟ شوف أستاذ معتصم، الحمد لله لأني أنا بديت يعني من 2003 فما كانت فيه تحديات، والزبائن العملاء أو العميل بمعنى الأصح حاب يتعامل وياي، فرغم التحديات ورغم كثرة الشركات فهو يقول أنا عارف أروح عند مين، أروح عند خليفة شركة صاحب شركة جولد لينك، هو اللي عارف كل التفاصيل وهو عارف اي من اي تو زد. رغم في اخطاء تصير، هي رغم الاخطاء، فشو العميل ما يلتجئ لشركات ثانيه بعد يتم وياي. يعني على سبيل المثال انا اتعامل معك مش بس الاشخاص، حتى الشركات الاعتباريه اتعامل معها، مثلا اعمار، شركة إعمار العقارية، أتعامل مع نخيل، شركة نخيل، أتعامل مع دبي للعقارات، كعطاءات أتعامل معهم، إيه نعم. فتصير المناقصات طبعا السيستم إنه شو كل واحد يطرح المناقصات وأسعاره وكذا وكل شيء، هاي اللي نعاني منها من التحديات. نعم. شو التسعير، فأنا أحاول يعني قد ما أقدر
ما يعني مستحيل اني اغش العميل. انا اشوف المواصفات اللي هو يباها، المواصفات مثلا كذا كذا، فتطلع يطلع التسعير عنده كذا، فيقول لك خليفة انا طبعا تسوي النيغوشيتنج او التسويات فنادجل وهذا، فانا بعد اراعي من هذا الجانب بس بشكل ما يتعارض مع خسارتي انا او مصالح. ايوه مصالح. فالحمد لله يعني الزباين عندي، انا عندي زباين دائمين وعندي زباين او العملاء جدد متجددين، فالحمد لله هذا كله توفيق من رب العالمين. ايه الحمد لله الحمد لله. اكيد هذا اجى ما اجى من فراغ، اكيد اجى من تعب وجهد وسهر ومجهود مادي ومجهود معنوي. اي نعم. فانا بعد اقول لك استاذ معتصم، انا اشكر شخص يعني نتعلم منه وايد، يعني صراحه تعلمت منه وايد اشياء. المبدا اللي هو ماشي فيه اللي هو رئيس مجلس اداره ومدير العام لشركه الاعمار العقاريه، انا شفت فيديو له يقول رجل الاعمال بيمر في تجارته وبيخفق وبيطيح وبيصعد وبيطيح وبيقوم بيطيح، من كل طيحة من كل وقوعة بيتعلم وايد أشياء. مين درس؟ إيه بيتخطى هاي الأمور وبيكون عنده أبجريد وبيتوسع وبيتطور. فكل ما طاح وكل ما المايندسيت عقليته تتغير. فأنا أشكر أستاذ محمد العبار جزيل الشكر أني تعلمت منه وايد أشياء صراحة. نعم. إيه. فهذا يعني المبدأ اللي مشيت عليه أنا بعد يعني طبقت يعني اطبقه على شركتي والحمد لله يعني المسار الصحيح. اي نعم. وجدنا الاستاذ خليفه بن غليظه يمتاز بالشعبيه عاليه. السؤال كيف اجت هذه الشعبيه؟ والله شوف انا طبعا الحمد لله يقول لك على نياتكم ترزقون. ايه التوافق من رب العالمين. انا الحمد لله الله اعطاني نعمه اللي هي حب القبول، الناس كلها تحبني الحمد لله بدون استثناء يعني الحمد لله. طبعا ثقتي بالله عاليه والسمعه تنتشر، هاي يعني السمعه الطيبه هاي تنتشر ولت عندي هاي الشعبيه. ايه نعم. يعني استاذ خليفه بن غليظه بدنا نتكلم عن الستاف وفريق العمل الموجود معك داخل هذه الشركه، كم عدد؟ العدد الاجمالي 140 شخص. نعم. طبعا الاداريين من حامل. الاداريين طبعا 20 شخص. نعم. و120 اللي هم العمال. استفدنا ايضا قبل اللقاء استاذ خليفه بن غليظه انه يوجد عندك اكثر من بزنس متنوع. نعم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني شو سبب التنوع؟ يعني مقاولات البناء في فرق مثلا بين دراج السيارات، بس يعني اكيد بيجتمع عندك في مكان واحد. اي نعم. السؤال يعني كيف تنوع بين الأمور الهوايات هاي؟ والله شوف أستاذ معتصم، أنا ليش نوعت؟ لأن شفت طلبات العملاء. خليفة تعرف حد عنده ورشة سيارات حق مثلا للصيانة والسيرفس والهذا، ويقولوا لي مثلا خليفة عندك عندك حد يسوي الكاميرات، عنده تأجير السيارات، عنده. فأنا يعني اخذت كداتا بيس حقي داتا بيس، بعدين توسعت فتحت شركه اطفاء الحرائق والانظمه السلامه اللي هي دورمان سميث، وطبعا لونش شركه لونش اللي هي مجال السيارات، صيانه السيارات واصلاحات السيارات وصيانتها، وكذلك مكاتب تاجير، لان عندي انا الحمد لله عندي علاقات، فالفنادق يسألون عند خليفة تعرف جراج زين وكذا، أو مثلا مكتب تأجير سيارات زين وكذا، فأنا أخذت كداتا بيس من هاي العلاقات وانطلقت. Thank you.
شو رؤيتكم المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة؟ وين راح نشوف الأستاذ خليفة؟ وين راح نشوف شركة جولدن لينك؟ أستاذ أدهم، طبعا الرؤية المستقبلية لي أنا أشجع، يعني أشجع الأجيال القادمة سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين يلتجون للتجارة أو الصناعة، يعني قبل بدء في التجارة يكون دارسنها 100% قبل لا يفتح الشركة. يعني الحين أنا رؤيتي المستقبلية بالنسبة لي، أنا بديت بشركة صغيرة وهاي الشركة قامت تكبر الحمد لله بفضل الله، يعني بفضل جهودنا وجهود الطاقم موجودة، توسعنا. التوسعة هاي أنا يعني مش بس على إمارة دبي، أنا يعني أبى تكون لي توسعة على كل الإمارات، جميع الإمارات، ومو بس جميع خارج الدولة. والحمد لله فضل رب العالمين تم انتهاء من أعمال الديكور في دولة سويسرا في منطقة زيورخ، ما شاء الله، لأحد الفنادق الهامة بعد في منطقة زيورخ. والمشرفين طبعا المشرفين المشروع هناك طاقم من الجنسية الإيطالية، الحمد لله. الحمد لله. إيه. هذا فضل الله وفضل السمعة الطيبة. أكيد. ورضا الوالدين. ورضا الوالدين. أكيد. يعني أستاذ خليفة بن غليظ، طبعا ننتقل أنا وياك إلى الجانب الأهم من برنامجنا وهو الجانب الوطني. يعني كما تعلم والكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله ترعى في منظومتي نعمة الأمن والأمان. وأينما وجد الأمان وجد الاستثمار والاستقرار والازدهار. نعم. على منظومة نعمة الأمن والأمان وأنت أمين لهذا الوطن، شو بتبني لك نعمة الأمن والأمان وشو بتنصح المستثمرين من الخارج الذين يريدون الاستثمار داخل دولة الإمارات؟ نعم. حقيقة إن موضوع الأمن والأمان أول شيء، يعني الله نعم علينا نعمة الأمن والأمان والحمد لله، الحمد لله، الله يديمها على الجميع، على الجميع. والحمد لله، يعني شوف من ناحية الأمن، بتكلم من ناحية الأمن، أنا طبعا يعني شاهدت أو سمعت ويعني وجها لوجه الناس اللي يعني سواء وافدين، يعني طبعا هم الأجانب والوافدين يتكلمون يقولون لي خليفة، يعني أنا مو بخايف أبدا، يوميني أنا مو بخايف أبدا، سيارتي مبطلة وفيها جوازاتي أو جوازات عيالي لمدة شهر وأنا خارج الدولة وهي مثل ما هي، أنا أغراضي ومتعلقاتي الثمينة في البيت مثل ما هي. هذا شو يدل على شو؟ أن الأمن موجود، العيون الساهرة موجودة، والاستقرار موجود، والحمد لله. يعني هاي أكبر نعمة، اليوم واحد راقد سالم غانم، هذا أهم شيء. وعلاوة على كلامي، أنا أشجع المستثمرين لأن الفرص في جميع المجالات متاحة لهم، ويعني اي نعم. ويعني اشكر جميع شيوخنا، يعني على راسهم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجميع شيوخنا الله يحفظهم ويرعاهم، فهم يعني يشجعون الناس ككل، ان هاي يتعاملون معهم كانه هاي بلدكم، هذا مكانكم. حتى انا يوم طبعا ما سمعت، صارت انه قليل يمكن اذا المستثمر زعلان من البلد او شيء، هذا شيء صفر، انا ما شفت شيء بهالكلام او بهالمنطق او بها الحدث، يعني او بهذا الظرف اللي صار، يعني ما شفت ابدا مستثمر يتذمر بها من نقطه الاستثمار. دائما في لقاءاتنا استاذ خليفه بن غليظه دائما نذكر يعني ابونا ومؤسس هذا الوطن المقبول له باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. يعني عم اكارم الشيخ زايد وانت ابن لهذا الوطن، يعني عم اكارم الشيخ زايد، ما بده تحدثني مكارم الشيخ زايد، الله رحمه الله عليه،
لا تعد ولا تحصى، وخيره لين يومك ولين باكر. يعني هذا أبو الأمة كلها، هذا أبو الأمة كلها. أي والله، والله العظيم. يعني أنا أقول لك وأنا أتكلم معاك يعني دمعة عيني تبغى تطلع، دمعة عيني. يعني هذا أبونا، هذا أبونا، ونحن نشو يعني بعدنا حاسين إنه بعده موجود، روحه موجودة. فالله يرحمه ويعطي الجنة إن شاء الله، ويحفظ شيوخنا جميعا. يعني المشيخ نفس المسيرة ونفس الدرب ونفس النهج. نعم. وشيوخنا أبدا يعني شيوخنا بلا استثناء ما مقصرين في أي حد، سواء مواطنين أو غير مواطنين. الأشخاص كانوا مؤثرين. والله والدي رحمة الله عليه، هو كان يعني أنا صراحة والدي يعني ما شاء الله، يعني كان دائما يعني يشجعنا يا عيالي أنا باكم أشوفكم ناجحين في حياتكم، أبا أشوفكم، أبا أسمكم، أباكم توصلون للقمة. حتى بالمعنى يقول أباك يعني باللغة المحلية يقول أباكم توصلون فوق، يعني فوق يعني القمة بالمعنى هذا. أي نعم. فكان يقول أنا ما عندي مشكلة، أنا يعني بدعمكم ماديا مو بس معنوي، ماديا أبا أشوفكم كيف. فالحمد لله يعني توفقت، الحمد لله الحمد لله يعني، واتمنى التوفيق للجميع. اللهم يعني. امين. ايه امين امين. هل بالرساله الاخيره الى من شئت؟ ايه. هل بالرساله الاخيره الى من شئت؟ والله انا اشكركم انتم صراحه، واشكركم انتم واشكر قناه الخليجيه صراحه، يعني والله هذا الشرف لي يعني. ايه والله تكونون يعني زياره مستمره يعني. الله يطول لك. ايه والله ان شاء الله يا سيدي العزيز، واتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. مزيد من التقدم والنجاح. يعني ارقام التواصل الان سوف تظهر اسفل هذه الشاشه. نريد ان ننوه الساده المشاهدين قبل الختام، موقع شركه جولدن لينك هي. هي طبعا الحين حاليا موقعنا في منطقة القرود عند مستشفى القرود طبعا. فيعني نحن في الخدمة لكل شخص، يعني في الخدمة، ونحن ما منقصر ويا أي حد يعني. أي نعم. أي نعم. أعزائي المشاهدين، في هذه الكلمات الطيبة لا يسعني إلا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة رجل الأعمال المواطن الإماراتي الأستاذ خليفة بن غليطة، وهو صاحب ومدير عام شركة جولدن لينك لأعمال الديكور ومقاولات البناء في إمارة دبي وبالتحديد في منطقة القرهود. يا للشام الفرق.